بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا متابعيني، يا رب تكونوا كويسين وبصحة جيدة. معكم من صفاء قناة يوتيوب. اللي بيسمعنا لأول مرة وعجب الفيديو ما ينساش يشترك ويفعل الجرس كي يصل كل محتوى القناة. اعملوا لنا لايك والاشتراك بتاعكم وكومنت حلو منك في التعليقات لو عجبك الفيديو. طالما انت بتستفاد او بتاخذ التعبير او بتاخذ جزء من التعبير اعمل لنا لايك. برضو حابة أعرفكم اللي بيسمعني لأول مرة إن في قناة ثانية اسمها يوتيوب معرفة، حابة إن أنتوا تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس. أنا بنزل في القناتين موضوعات تعبير ووضعيات إدماجية، باقي محتوى القناة لو عاوزين تشوفوهم شوفوا شاهدوا القناتين هتعجبكم إن شاء الله. اشتركوا في القناتين وفعلوا الجرس في القناتين. النهاردة تعبير عن العطاء والكرم. هذا التعبير بناء على طلب أحد المتابعين، عاوز موضوع تعبير، يريد موضوع تعبير عن العطاء والكرم، فأنا عملته يا رب يعجبه ويعجب كل اللي بيسمعني. المقدمة أترك بياض، أي موضوع تعبير يبدأ ببياض. العطاء والكرم من الصفات التي يجب أن يتصف بها الإنسان المسلم في حياته سواء كان فقيرا أو غنيا، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار ولو بشق تمرة. المقدمة كده 3 سطور. أضع بياض في الأول وأحط أضع نقطة. لما بخلص المقدمة أدخل على العرض. العرض كذلك أضع بياض، أترك مسافة بمقدار كلمة. خلق الله تعالى الناس ليعيشوا مع بعضهم البعض، فلم يخلق الإنسان ليعيش منفردا وحيدا، ولا شيء في الدنيا يعيش لنفسه. فالأشجار لا تأكل ثمارها، والنهر لا يشرب من مائه، والشمس لا تشرق لذاتها. فعلينا بالعطاء. الكرم والعطاء صفة من صفات الله عز وجل، وهو الكريم الوهاب. والدين الإسلامي يحثنا عليه في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. صدق الله العظيم. وللعطاء آثار عظيمة، هدخل كده على قيم العطاء أو أهمية العطاء. وللعطاء آثار عظيمة على الفرد والمجتمع وقيمه كبيرة، فهو يزيد الرزق ويجلب البركة. فكلما أعطيت بلا مقابل، كلما رزقت بلا توقع. وكذلك الشعور بالأمان والسعادة والرضا والفخر. كمل. والإنجاز، فضلا عن محبة الآخرين وتقوية الإيمان ونيل رضا الله ومحبته. أما بالنسبة للمجتمع فهو يقوي نيل رضا الله ومحبته أما بالنسبة للمجتمع فهو يقوي العلاقات الاجتماعية ويحقق التكافل. ولا ننسى دفع السرقة من الفرد لأخيه بسبب شدة الاحتياج. خلص العرض كده، أضع نقطة. ماذا كتبت في العرض؟ كتبت عن أهمية العطاء والكرم، تمام، يعني الآثار مترتبة عن العطاء والكرم. وذكرت برضو في البداية لمحة كده عن العطاء والكرم في بداية العرض. آثار بالنسبة للفرد وآثار بالنسبة للمجتمع. أدخل على الخاتمة، أترك بياض. وما نحتاج إليه اليوم المزيد من العطاء لمن هم بحاجة إلينا، فلنكن عونا لبعضنا البعض. الخاتمة كده قصيرة، 2 سطر. كلمت هنا في الخاتمة بتكون خلاصة أو استخلاص كده للموضوع. وبرضو ممكن نكون الخاتمة شابة قرآنية، حديث شريف، بيت شعري، مقولة مشهورة خاتمة. فأنا ما استشهدتش في الخاتمة لأني استشهدت في المقدمة.
شهادة المقدمة، استشهدت فين؟ في العرض آيات قرآنية، آية قرآنية وحديث شريف، استشهاد آية قرآنية وهنا حديث شريف، الخاتمة خليتها هنا، جعلتها نصيحة، تمام. ويبدأ رأي، أشكركم على حسن الاستماع، يا رب الفيديو يعجبكم. كانت معكم من صفاء قناة يوتيوب، قناة يوتيوب معرفة. بس قبل ما أفصل حابة أطلب منكم رجاء، أو أطلب منكم طلب، يعني إن أنتوا لأبناء الجزائر اللي بيسمعني من أبناء الجزائر، سواء تلاميذ أو طلبة، حابة إن أنتوا تصوتوا الأستاذ قناة الأستاذ محمد أبو شاكر العبودي، يعني تصوتوا له في المسابقة التي تقدم إليها، مسابقة كليك. صوتوا له لي ودعموه عشان ربنا يوفقه في هذه المسابقة ويأخذ الدرع. إن شاء الله هي المسابقة ممكن تنتهي يعني لحد أو الاثنين، أنا مش متذكرة، بس أرجوكم يعني اللي بيسمعني من أبناء الجزائر يدعم الأستاذ محمد أبو شاكر العبودي في المسابقة اللي تقدم ليها، تمام. رجاء يعني وطلب ادعموه وصوتوا له. اي تليفونات عندكم، تليفوناتكم وايه، وتليفونات اهاليكم في البيت، واخواتكم، وبرضو جيرانكم واصدقائكم، اي تليفون قدامكم صوتوا له ودعموه في المسابقة عشان ينجح ان شاء الله وتوفق في هذه المسابقة، تمام. رجاء مني ليكم، تمام. لو انتم بتحبوني وتحبوا تتابعوا القناة، أكيد هي القناة دي معروفة يعني عند أبناء الجزائر، أكيد عارفينها، يعني هي قناة الأستاذ محمد أبو شاكر العبود، هي أكيد معروفة يعني كل الناس عارفينها، هي قناة كبيرة ما شاء الله عليها، بتقدم يعني محتوى هادف وشرح للتلاميذ والطلبة المتوسط، التعليم المتوسط، هي قناة للتعليم المتوسط. وبشكره لو هو بيسمعني، بشكره على كل المجهودات اللي بيقدمها للتلاميذ والطلبة. يلا طولت عليكم، أشكركم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء مع موضوعات تعبير أخرى وضيات إدماجية. كانت معكم مصطفى قناة يوتيوب، وإلى اللقاء مع موضوعات تعبير أخرى. يلا أشوفكم في الفيديوهات القادمة إن شاء الله، أترككم في رعاية الله وحفظه. يلا مع السلامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.